الملايين من المسيحيين الأرثوذكس في جميع أنحاء العالم يحتفلون بعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي. في روسيا حضر 5000 شخص قداسا أقيم في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو بما فيهم رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد احتفل بعيد الميلاد هذا العام بمدينة سوتشي حيث يتفقد أعمال البناء الجارية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. أجواء ليلة عيد الميلاد في العاصمة الأوكرانية كييف كانت مختلفة هذا العام، حيث احتفل الآلاف في ساحة ميدان وسط العاصمة خلال المظاهرات المستمرة ضد الحكومة. أما في فلسطين فقد وصل البطرياك كيوريوس ثيوفولوس الثالث إلى مدينة بيت لحم وشهدت المدينة بشوارعها وأحيائها إجراءات أمنية مكثفة من أجل تأمين هذه الاحتفالات.